ذكرتي لي الخيل، بس الخيل عشق ما ينتهي، ونحبها ونحبها في كل مجال، وين ما كانت حبيناها الخيل. علمنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد انه دائما نطمح للمراكز الاولى. لو كان لكل حلقه عنوان، انا ممكن اسمي الحلقه اليوم حلقه في حب الخيل بنظره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، اللي ماشيين على خطاها طويل عمر الشيخ فيصل. والله نحن نحب اللي يحبه، وشو ما حب فينا، وين ما التفتت عينه وحبه نحن حبينا اللي هي يحبه. والله السبوق مالها بلد، تجيك السبوق من اي مكان. كيف تشوف رياضة القدرة والتحمل بعد 3 سنوات؟ والله أنا إنسان متفائل، إن شاء الله أنها بتكون في تطور أحسن وأحسن.